معانا للعملاق اوكتوبوس بوكس، والتحديث خاص باجهزه سامسونج وللناس اللي مأكتفه البوكس سامسونج. وواضح كده ان فريق الاوكتوبوس غار شويه من فريق زد 3 اكس، لان واضح ان التحديث خاص بخدمتهم المدفوعه لحذف الحمايه اف ار بي وحسابات جوجل. والتحسينات الجديده كانت عمل ريسيت للحمايه اف ار بي ولكن بدون روت وبدون فلاشات كومبينيشن، وكمان دعم الاخر الحمايات الجديده. وكمان نبهوا ان العمليه بتحتاج لاتصال متسلسل سواء بكابلات يو اس بي او كابلات الار جي، يعني هنحتاج دول وهنحتاج دول. وكمان وضحوا طريقه استخدام الميزه الجديده بالخطوات، والخدمه ممكن تدعم موديلات تانية غير اللي موجوده في التحديث. وكده تكون انتهت حلقتنا، وكل روابط التحديثات هتلاقوها في الديسكريبشن تحت الفيديو. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا في قناة جوكر سوفت، وكمان تعلم على علامة الجرس اللي هتظهر قدامها علشان توصلك اشعارات بكل الحلقات الجديدة اول باول. ولو عندكم اي اضافات على الحلقات ممكن تقولولنا عليها في التعليقات. سلام.